Gut. فالبكتيريا الفود بويزنج هي برضه الجاسترو انتستينال ديستربنسز اللي بتحصل او ديس اوردرز اللي بتحصل نتيجه ان انا اعمل انجيشن للفود فيه بكتيريا او فيه توكسينز بتاع البكتيريا. فالبكتيريا الفود بويزنج دول بيتقسموا لنوعين لتو برانشز كبار، هم الفود انتوكسيكيشن والفود انفكشن. الفود انتوكسيكيشن ان انا اكل الاكل فيه التوكسينز بتاع البكتيريا تكونت في الاكل، يعني البكتيريا خدت فرصة انها تنمو في الاكل وبتقدر تطلع حاجة اسمها اكزوتوكسينز. البكتيريا على حسب نوعها ممكن تطلع اندوتوكسينز وممكن تطلع اكزوتوكسينز. الاندوتوكسينز ان البكتيريا تطلع توكسينز، التوكسينز دي تفضل جوه جسم الخلية، جوه الخلية البكتيرية ما تطلعش غير لما الخلية دي تتكسر. وفي بكتيريا بتقدر تطلع اكزوتوكسينز، يعني بتنتج منتجات، المنتجات دي خارج الخليه. فالبكتيريا لو موجوده في الاكل اللي هي بتقدر تطلع اكزوتوكسينز بتقدر تنمو وتوصل لعدد كبير وبتطلع اكزوتوكسينز، بتطلع كميه كافيه من التوكسينز. اول ما ناكل الاكل ده فيه البري فورمد توكسينز، يعني التوكسينز اللي اوريدي فورمد، يحصل لي كلينيكال سيمتومز بتاع الفود بويزنج، يحصل لي اعراض ديستربنسز جاسترونتستينال ديستربنسز مور ريستريكتد للاستومك، للايه؟ للمعده، لان التوكسينز اول ما بتوصل المعده بتبدا تعمل انفلاميشن في الجدار بتاع المعده وبتبدا تعمل اعراض التسمم الغذائي. فعلشان خاطر الاعراض مور ريستريكتد في او التوكسينز بتحصل بيبقى بتوصل اول حاجه المعده، فيحصل الكلينيكال سيمتومز ممكن مور او مينلي ريليتد للمعده، فبتلاقي الفوميتنج والنوزيا هي اهم الاعراض. يعني الفوميتنج والنوزيا والغثيان اهم الاعراض، لان انا اكلت الاكل ده فيه توكسينز وصلوا للمعده، اول ما وصلوا المعده بداوا يعملوا انفلاميشن في جدار المعده فبيفضل يحصل تسمم غذائي بيبدا بالنوزيا والفوميتنج. فتلاقي الانكيوبيشن بيريود او الفتره او الانست بتاع الكلينيكال سيمتومز بيكون فيري فاست، بيكون سريع، او الانكيوبيشن بيريود هنا بتكون قصيره. يعني ايه الانكيوبيشن بيريود؟ الفتره ما بين الانجيشن للفود لحد الابيرنس اوف كلينيكال سيمتومز. فالانكيوبيشن بيريود بتكون قصيره ليه؟ لان انا اكلت التوكسين نفسه، ما اكلتش البكتيريا، ده انا اكلت التوكسين نفسه جاهز، كان واحد اكل فيه سم مثلا بتاع فيران او سم استريكنين او اي حاجه من السموم دي. فمع اختلاف طبعا السيفيريتي بتاع كل نوع من او الايفكت بتاع كل سم من السموم، تلاقي مين اللي البكتيريا اللي بتقدر تطلع اكزوتوكسينز هم الجرام بوزيتيف بكتيريا. فالجرام بوزيتيف بكتيريا هم اللي بيقدروا يطلعوا اكزوتوكسين، فتلاقي الفود انتوكسيكيشن بيحصل اكتر بواسطه الجرام بوزيتيف بكتيريا. تمام. الفود انفكشن عكسه تماما، هنا سببه البكتيريا اتسلف. يعني انا لما اعمل انجيشن للاكل بيكون في التوكسين بتاع البكتيريا؟ لا، بيكون في البكتيريا اللي بتقدر تطلع اندوتوكسينز، وما بتطلعش الاندوتوكسينز دي جوه الاكل، لا بتطلع الاندوتوكسينز دي في الغالب جوه الجي اي تي بتاعك. يعني هي بتنتج البكتيريا دي بتنمو في الاكل بتوصل لاعداد كبيره، تمام، وتطلع الاندوتوكسين جواها، ومجرد ما انا ابدا اعمل انجيشن للاكل تمام البكتيريا دي بتوصل المعده بتاعتي بيحصل انفكشن. ففي فرق ما بين الانفكشن والانتوكسيكيشن، اهم فرق فيهم هو الفيفر. هو دايما الحاجات اللي فيها انفكشن بتكون اسوسييتد ويز فيفر، يعني بيكون بيحصل معاها فيفر، لان ده بيحصل بكتيريا كائن حي دخل جسمي عمل اتاكنج للاميون سيستم بتاعتي او قدر يتغلب على الاميون سيستم بتاعتي، فتبدا الاميون سيستم بتاعتي بيرد بالسيستميك ريسبونس بتاع الجسم فتلاقي الفيفر. وتلاقي كمان ان البكتيريا دي اول ما بتوصل الاستومك كمان بتعدي الاستومك وتوصل للانتستين وتبدا كمان ممكن تزيد عددها جوه الجسم وتطلع الاندوتوكسينز نتيجه انها تبدا بقى تتكسر ولا حاجه جوه الجي اي تي
فتطلع الاندوتوكسينز اللي جواها، فتبدا تظهر الاعراض، تبدا تظهر الاعراض اللي هي مينلي بتبدا بالدايريا والابدومينال بين، تلاقي الاسهال والابدومينال بين. فتلاقي ده فيما يخص الفود انفكشن. الانكيوبيشن بيريود شويه بتلاقيها اطول. نوع البكتيريا اللي بتعمل فود انفكشن بتكون اكتر جرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزمز، لان هم اللي بيقدروا يطلعوا اندوتوك، وممكن يحصل لهم مالتيبليكيشن جوه الجي اي تي. فدي المين ديفرنسز ما بين الفود انفكشن والفود انتوكسيكيشن. زي ما قلت من شويه، اهم الاكزامبلز للفود انفكشن سالمونيلا، اشيا كولاي، كامبيلوباكتر. اهم اكزامبلز للبكتيريا اللي بتعمل فود انتوكسيكيشن ستاف اوريوس والكوليستيرون بوتيلينا. فتلاقي الستاف اوريوس والكوليستيرون بوتيلينا دايما الانكيوشن بيريود بتاعتهم، على خاصه الستاف اوريوس، ممكن من ساعتين لست ساعات بعد الوجبه يحصل لي تسمم غذائي. وتلاقي حاجات تانية زي السالمونيلا والشيا كولاي والكامبيلوباكتر محتاجه شويه علشان يحصل تسمم غذائي. ممكن يحصل تسمم غذائي بعد 12 ساعه، وممكن يحصل بعد يوم او بعد يومين، على حسب ايه؟ على حسب مناعتي انا قد ايه، وعلى حسب كميه الاكل اللي انا اكلته اللي فيه البكتيريا قد ايه، وعلى حسب الليفل بتاع البكتيريا او اللود بتاع البكتيريا دي جوه الاكل والسيفيريتي بتاع البكتيريا. فده كله بيحكم لي الاعراض هتظهر بعد قد ايه، وكمان السيفيريتي بتاع الاعراض بتبقى قد ايه. دي اسمها الفاكتورز اسوسييتد ويز اوت بريكس اوف بكتيريال فود بويزنج. عشان يحصل تسمم غذائي او اوت بريك من التسمم الغذائي، لازم الفود بويزنج تشين دي كلها تحصل، اللي هم الاربع خطوات دول يحصلوا بالسيكونس ده علشان يحصل تسمم غذائي. ايه هو السيكونس ده؟ اول حاجه ان البكتيريا توصل للاكل. يعني ايه؟ يعني الفود يحصل له كونتامينيشن ببكتيريا كيبابل اوف كوزنج فود بويزن. دي اول حاجه، ان البكتيريا نفسها تقدر توصل للاكل، والبكتيريا دي تكون من النوع من الانواع اللي احنا قلنا عليهم اللي بيقدروا يعملوا فود بويزن، سواء اللي بيقدروا يطلعوا اندوتوكسينز او اكزوتوكسينز. تاني حاجه، ان الاكل ده، النوع ده من الاكل must be supporting the bacterial growth and multiplication. يعني الاكل ده لازم يقدر يعمل سبورت للجروث بتاع المايكرو اورجانيزمز فيه. زي ايه مثلا؟ لو انتوا فاكرين المره اللي فاتت كنت اتكلم عن حاجه اسمها تي سي اس فود، او الاكل اللي محتاج تايم اند تمبريتشر كنترول فور سيفتي. والتي سي اس فود دول كل الاكلات اللي فيهم الانترنسيك فاكتور، اللي هي البي اتش بتاعتهم مناسبه، ووتر اكتيفيتي فيهم مناسبه، اكسديشن ريدكشن بوتنشال فيهم مناسب، يعني كل الظروف بتاع الاكل دي النيوترنت اللي موجوده مناسبه. فاكرين الفات توم اللي انا قلته المحاضره اللي فاتت؟ الفات توم بتاعهم مناسب ان البكتيريا تقدر تنمو فيه. وبالتالي لو انا مثلا حصل كونتامينيشن للفود، والفود ده كان عباره عن مثلا حبه دقيق، وحصل له كونتامينيشن مثلا ببكتيريا بتحب الميه مثلا، فحبه الدي دول لو انا حطيت فيهم شويه ستاف، الستاف مش هتقدر تنمو طالما الدي ده ما طالوش ميه، وبالتالي الدي مش هيبقى سبورتيف للبكتيريا الجروث. ولكن نفس البكتيريا دي الستاف اوريوس لو وصلت للتشيكن او وصلت لساندوتش او وصلت لميت او وصلت لحاجه، تقدر تعمل سبورت ليها، تقدر تديها النيوترنت اللازمه وتديها الميه اللازمه وتديها البي اتش اللازمه، لا فتقدر الستاف اوريوس ساعتها تنمو وتقدر توصل لعدد عدد معين يكون توكسيك، او تقدر تطلع التوكسين بتاعتها. ثالث حاجه، ان البكتيريا دي هي وصلت للاكل والاكل كان سبورتيف للجروث بتاعتها، انها ما تتعرضش بقى لاي نوع من انواع التريتمنت يكسرها. يعني انت ممكن اللحمه، الكركس بتاع اللحمه دي، الكركس بتاع البيف دي، وهو الراجل الجزار بيعمل حته من الفيكال ماتر او الانتستينال كونتنت طارت عليها وقعت على اللحمه، والفيكال ماتر دي فيها شيشه كولاي، تمام؟ الشيشه كولاي دي خلاص بقت موجوده على اللحمه.
وفي نفس الوقت الظروف بتاع الميت كميت البي اتش بتاعتها والووتر اكتيفيتي والاكسديشن ريدكشن بوتنشال يقدر يعمل سبورت للجروث بتاع الاشياء كلها. بس انا جيت لما جيت اطبخ اللحمه دي طبختها كويس، يعني ايه؟ يعني وصلت اللحمه دي لدرجه الحراره اللي هي مثلا 68 درجه سيليزياس المينيمم انترنال تمبريتشر بتاعتها، درجه الحراره الداخليه بتاع اللحمه وصلت فطبخت كويس. فلما طبخت كويس الايكولاي مات، فانا كسرت السلسله، فانا هنا كسرت السلسله. فالخطوه الثالثه ما حصلتش، ان البكتيريا لازم تبقى ايبل تو سيرفايف الفود اثناء البروسيسنج، اثناء الاستورج، اثناء الماركتنج، اثناء البريبريشن. والبروسيسنج هنا يقصد بيه كمان الكوكينج. فلو انا عملت اندر كوكينج او عملت انسفيشنت كوكينج، ما عملتش كوكينج كافي، معناه ان البكتيريا هتسرفايف الفود اثناء البروسيسنج. فاحنا قلنا ان البكتيريا عملت كونتامينيشن الاول، والبكتيريا دي الظروف بتاع الفود كانت سبورتيف ليها، وتالت حاجه ان البكتيريا دي قدرت تتخطى او تسرفايف الديفرنت بروسيسنج كونديشن واهمهم الكوكينج، ورابع حاجه ان يجي واحد غلبان سستينبل هيومن ياكل الاكل ده اللي فيه الميت اللي كونتامينيتد بالاشياء كلها اللي ما اتطبختش كويس. فهنا دي اسمها الفود بوزنج تشين. لازم الفود بوزنج تشين زي ما انتم شايفين كده كلها تمشي بالخطوات دي اللي احنا قلنا عليهم علشان يحصل تسمم غذائي زي الصوره دي، ان اكل فانا لازم اقطع التشين، لازم علشان خاطر اوقف فود بوزنج او البريك لازم اوقف التشين دي، اوقفها في اي خطوه. اول خطوه ان يحصل الكونتامينيشن، فانا اوقف الكونتامينيشن. طب تاني خطوه شويه، طب حصل كونتامينيشن ما قدرتش اوقفه، تاني شويه تاني خطوه ممكن ما اقدرش اتحكم فيها، بس اتحكم فيها ازاي؟ ان انا احفظ الميت او الاكل عند درجه الحراره اللي ما تخلي البكتيريا دي ما تقدرش تاكل، اللي هي بعيده عن التمبريتشر دينجر زون، اللي هو لو هو تشيلد ميت او تشيلد فود يبقى في التشيلر عند درجه حراره 5 او اقل، لو هو فروزن يبقى فروزن سالب 18، لو هو اكل كوكت يبقى فوق ال 60، يبقى ده بعيد عن التمبريتشر دينجر زون اللي تقدر فيها البكتيريا تنمو. تالت حاجة، طب أنا ما قدرتش أعمل ده، يبقى التالت حاجة إن أنا أطهي الأكل كويس، أطهي الأكل كويس وبالتالي أدي فرصة للبكتيريا إن هي تموت. إلا إذا كان نوع البكتيريا نفسها بتقدر تطلع نوع من التوكسينز، التوكسينز دي هيت ستيبل بتقدر تتحمل درجة الحرارة وبتقدر تتخطى الخطوة التالتة دي، وبالتالي الخطوة التانية كانت هي الحل اللي هي درجة حرارة الحفظ. أو رابع حاجة إن أنا أصلاً الأكل اللي هو suspected إنه يكون contaminated بالبكتيريا ماكلوش، وبالتالي هقطع السلسلة. فعلشان أعرف إيه الفاكتورز بتتأثر لازم أعرف الفاكتورز دول، وعلشان أوقف التشين دي لازم أمنع ده اللي إحنا هنتكلم عليه بقى في المحاضرات الجاية. دي طبعاً incubation period. incubation period زي ما قلت من شوية الفترة ما بين الانجيشن لحد ظهور الأعراض، ودايماً the food that made you ill is probably not the last food you ate. يعني مش ما تشكش دايماً في الآخر وجبة أنت أكلتها، لا ده أنت ممكن تاكل أكل وبعد 3-4 أيام يظهر عليك أعراض تسمم غذائي من الأكل ده. يعني ما تقولش ده 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 مراتي اكلتني مش عارف ايه الضهر فحصل لي مغص، لا شوف انت اكلت ايه من 3-4 ايام بره في الشارع، هو ده اللي ممكن يكون هو اللي عمل لك المغص. ليه؟ لان في حاجه اسمها انكيوشن بيريود، وزي ما انتم شايفين دي اكزامبلز انكيوشن بيريود، شايفين الاستيريا انكيوشن بيريود بتاعتها الانترفال بتاعها وصل من 3-70 يوم، ودي ده انترفال كبير جدا طبعا، ودي طبعا بتختلف على حسب السستابيليتي بتاع جسم كل شخص وعلى حسب كميه البكتيريا اللي انت اكلتها في الاكل. شايفين الشيك الله مثلا من يوم لحد 10 ايام، سالمونيلا 72 يوم 72 ساعه اسف، النورو فيروس برضه 48 ساعه من 12 48 ساعه. فدايما ما تفكرش في اخر وجبه ولكن فكر في اخر كام يوم هم ممكن يكونوا سبب في التسمم الغذائي. المرات الجايه بقى هنقعد نبدا، هتكون هي ممكن محاضرة واحدة وهنكون خلصنا الكورس بتاع الايه الميت مايكروبيولوجي.
هل هفتح باب الأسئلة بقى لو حد من حضراتكم عنده استفسار عن أي حاجة اتفضل هو بس يا يسأل. دكتور بالنسبة للريكوردينج يعني هو كده دكتورة حصل إيمان، ريكوردينج في... دكتورة إيمان صح؟ هو كده حصل ريكوردينج للمحاضرة ولا والله لأ؟ انا المحاضره الاولى دوست ريكوردنج من الاول، اتمنى تكون ريكوردد يعني، والمحاضره ماشي عشان بس النت اللي بيفصل ده يعني. المحاضره الثانيه في النص كده افتكرت ان انا ما دوستش ريكوردنج، فلو انتوا لاحظتوا انا وقفت وايه دوست طيب ريكوردنج ماشي مش في النص قوي، بعد اول 2 3 سلايدز كده. طيب يعني احنا لو فدي حبينا نرجع لها يا دكتور نعمل ايه؟ فلا انا هشيرها معاكم. طيب ماشي تمام. انا يعني انا بعد ما نخلص اتمنى ان المحاضره تكون اتسجلت صح يعني، فبعد ما نخلص هبعت لكم الايه الفيديو بتاع المحاضره الاولى وبتاع المحاضره الثانيه اللي احنا بابا بنتكلم فيها ده. حتى صوت اللي بيقول بابا ده طالع في الريكوردينج كمان. طيب ده حمزة. لا ده مش انا المره دي بقى. ده مش حمزة، انا ده حمزة بقى. طيب ده انا. ايوه ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا دكتور. طيب يا دكتور لو اتفضل. انا دكتوره جهاد، لو سمحت يا دكتور ممكن حضرتك تضيفني على الجروب بتاع الدبلومه؟ ممكن حضرتك تضيفني عليه؟ حاضر. الدكتوره ايمان تقريبا، انا مش ادمن. دكتوره ايمان ولا مين اللي ادمن؟ تمام. انا ودكتوره مريم. هبعت لك رقم دكتوره جهاد لو ينفع تضيفيها طيب معايا. حاضر ماشي ماشي. طيب خلاص حاضر ماشي. حد عنده اي اسئله تانية؟ خلاص يا دكتور يا ريت يعني لو حضرتك تسجل لكل المحاضرات ديت، لان محدش ضامن ظروف ان ممكن النت يقع عنده في اي وقت او كده، فالمره الجايه نسجل كله ان شاء الله. لا المحاضره الجايه من اول ما نبدا ان شاء الله المحاضره، لو انا حتى سجلت او ما سجلتش فكروني قولي لي حضرتك بدات التسجيل يا دكتور عشان خاطر برضو ايه اتاكد طيب ان انا تمام. ضغطت على ماشي. على ماشي. الكليكه خلاص بتاعه التسجيل يعني، لان ده مهم ماشي. كمان للناس اللي ممكن للناس اللي ما سمح لهاش الظروف انها تحضر ممكن تستعين بده. وطبعا السورس البي دي اف معاكم، ولو حد لو حد عايزه ممكن اشيره معاكم في اي وقت. وحضرتك يا دكتور هتديها برانش تاني بعد الميت مايكروبيولوجي؟ في الجزء بتاع الميت اناليسيز برضه بعد ما اخلص، ما نخلص الجزء بتاع الميت مايكروبيولوجي برضه ما هيبقاش جزء كبير يعني، يعني تقريبا نص الجزء بتاع الميت مايكروبيولوجي ده انا هتكلم معاكم فيه. وطبعا زي ما اتفقنا دكتور ناصر معاكم في الجزء بتاع الميت تكنولوجي، ودكتور فتحي معاكم في الميت هايجين، فدكتور فتحي اظن مشي معاكم حبه كويسه في الميت هايجين، فان شاء الله ربنا يرفع هذا الوباء يعني عنا قريبا ان شاء الله. وبعد ما ترجع الدراسه بقى سواء كان مع بدايه العام الدراسي الجاي في شهر 9 ولا حاجه، الاجزاء كلها اللي ما كملتش هتستكمل يعني. احنا بنحاول نستغل فتره الاجازه دي، والناس قاعده في البيوت ما حدش بيعمل حاجه، فان احنا نخلص الجزء ده تمام. طيب اي اسئله تانية؟ لا شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا. شكرا لكم. شكرا على حضوركم معنا. مع السلامه. السلام عليكم.